أنا مش مجنونة يا ابن حشمة بيه. الدار ليها صاحب، والغالية كتبت له الدار بيع وشراء زي ما كتبت لأبوك وعمك نصيبها في الأرض. إيه الكلام اللي أنا بسمعه ده؟ إيه ست مجنونة وبتخرف؟ استنى يا ست، الكلام اللي بتقوليه ده استقرى يا ابني، أنا ما بعرفش. شاكر، انا ما حدش هيضحك عليا ابدا. لا ما انا هقول لك ايه، انا اوديكوا في 60 داهيه. يا جماعه انا مش شايف في مشكله، منذر اكيد هيتنازل لما يعرف ان البيت باسمه. انا مستحيل اقدر اكلم ابني في حاجه زي دي وهو في الظرف ده. اللي تشوفه مصطفى بيه، بس احنا بيننا وبين بعض عقد، والدقيقه ليها تمن. يا جماعه انتوا بتكبروا الموضوع ليه؟ خلاص انا هكلم منذر وهو هيوافق. بس يا ريت يا زينب هانم يكون باسرع وقت. طبعا يا مدام فريده. ام سوري يا جماعه، انا استحيل اسمح لاي حد يكلم ابني الا لما يخرج من الورطه اللي هو فيها دي. مصطفى بيه، احنا بينا وبين بعض عقد، بنوده واضحه وصريحه. يا عمي العقد بيقول اللي يرجع في كلامه يدفع 1,000,000 جنيه. انا من ناحيتي خدت نصيبي واخواتي خدوا نصيبهم، كل واحد سافر على البلد اللي هو فيها. الغدا جاهز يا سعاده البيه. اتفضلوا يا جماعه، لقمه بسم الله. لا 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 لا، غدا ايه؟ انا ما اقدرش اشوف الاكل خالص، انا عامله رجيم. انا كمان عامله دايت. ما تقوم يا فريده هانم افرجك على الارض. الله، اما المنظر هنا جميل بشكل. انا وحشني التصوير في وسط الاماكن الخضرة دي. سوري، الكتاب خلاص ما بقوش يعملوا الاتموسفير ده. قولي لي المهم بقى، انت تعرفتي عليه ازاي؟ قصدك حبينا بعض ازاي؟ أنا نجمة وليا ملايين المعجبين، ورمزي واحد منهم، بس أنا بقى رقيته من معجب لحبيب. بجد بقى ولا تمثيل؟ قصدك إيه مدام؟ يعني قصدي إنها ممكن تكون تمثيل في تمثيل، أو إشاعات زي اللي بتطلع عليكم طول الليل والنهار. لا المرة دي بقى مش إشاعات، أنا ورمزي فعلا هنتجوز وفيلا الهرم. على فكرة أنا ما قلتلكيش، مش فيلا الهرم دي تبقى هداية خطبتي. جات لك عطف. طب بس مش متهيألي هتلحق تخلص على شهر العسل. ايه رأيك تحبي احجز لك جناح في فيلا مصر الجديدة عندي؟ لا ميرسي قوي، خليه لحضرتك، لكن لو عايزة تبيعي انا مستعدة اشتري. اخ كان على عيني، انا اصلي خلاص اتبرعت بيه للحكومة وعاملاه دلوقتي دار للمسنين، هيعجبك قوي. اتفضلي. ده حتى سابوه المحمول بتاعه حتى الحبس. منذر اصلا رافض فكره البيع، ده رافض ياخد الشيء. ما انت حطيت الفلوس بحسابه في البنك. ايوه بس هو نفسيا متضايق. هو متضايق ليك يا مصطفى، الارض على رايه ردت الروح فيه. وانا هعيش عمري عمر غيري، انا عايز اطمن على ابني قبل ما اموت. وزينب هانم عملت ايه في الاتفاق اللي قالت عليه واللي على اساسه بعت انت الارض؟ هي باعت فيلا المريوطيه وحجزت لها قصر على الارض اللي اجبرتني ان انا ابيعها. الله، يعني ما كتبتش حاجه المنذر؟ تقول لك قال الظروف ما تسمحش. مع انها بكره رايحه له عشان يتنازل لها عن بيت عمته. دي زينب هانم يا سيدي، زينب هانم. المهم دلوقتي ان المحامين يلاقوا له حل للورطه اللي هو فيها دي. انت لازم بكره يا سيدي منذر تقول لها انك بتحبها، ولا اقول لك استنى لما تقعد مع المحامي وتعمل له توكيل وخليه هو اللي يقول لها، مش هيبقى وكيلك؟ عمرك شفت ده؟ ده ولا حتى في الافلام الهندي. اه بس بيقولوا خير البر عاجله. تفتكر هي ممكن تحبني زي ما انا بحبها؟ وليه لا؟ انت متنور ومتعلم وابن ناس، يعني هتلاقي فين زيك؟ هو انا من زمان متعلم ومتنور وابن نفس الناس، ومع ذلك لا حبيت ولا اتحبيت. ما هو كل شيء باوان، وانت اوانك وجب. انت بتحب فريده من كام سنه؟ من زمان قوي، من اول فيلم لعبته. كان فيلم الوان، بس الوان زمان احلى من الوان دلوقتي. يعني بتحبها من سنين ومع ذلك ما صرحتهاش بحبك. عايزنا انا اصارح اميمه بحبي. ايوه بس انت الوضع مختلف عني. ايوه انا حبي لمؤاخذه يعني معروف نهايته،
والشيء اللي معروف نهايته بيبقى انتهى ساعة ما ابتدى. إنما أنت حكايتك بقى اللي يدرى بيها سبحانه وتعالى ربنا لسه يا محد والحلو والمر، يعني حكاية كده فيها روح فيها نفس مش صورة، حتى لو كانت صورة بتتحرك جوه فيلم. يعني عايزاني اعمل ايه؟ انتي بتسأليني؟ بقولك بقاله كام يوم بيمشي ورايا هو واصحابه، لما بقيت بترعب. بيهوشونا يا بت، ده واد جلنف. اذا كانت الهانم اللي فاكره نفسها يا ما هنا يا ما هناك وما عرفتش تعمل معانا حاجه، وتلاقيها هي كمان اللي بعتاه عشان يقطرك في الرايحه وفي الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. معلش في بيت ضايع مني بدور عليه. بيت؟ بيت شعر. تقوم تطلع علينا كده زي القدر المستعجل؟ ابن زكية، اللي قومك من جنبي في ساعة زيادي؟ القدر مستعجل. ما حصلش انها هددتك زي ما هددت حسنين البواب؟ ما حصلش. انا هطلب البواب ده بالشهادة. ما سمعتش عن اي علاقة ليها؟ ما اتخانقتش مع حد من السكان قبل كده؟ معرفش. الفلوكة يا فندم. ما حصلتش. انا تعبت من الاسئله دي، تعبت. انا ما عنديش حاجه غير اللي قلتها لكم. فضلك انا تعبت وعايز اخرج. فين التنازل بتاع عقد بيت عمتي؟ اوكي شكرا. عايزيني امضي فين؟ خير ان شاء الله، كله كويس. طمني يا ابني. طمني يا امي. وليه الهمسي منذر؟ لو ما عرفوهوش لهم صبيط فبيض. زياره ليه؟ احنا اهل. اهلا 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 يا ست فاطمه. مين ده يا بنتي؟ عمل بالله ابيض فبيض. لا مؤاخذه يا سي الاستاذ، اصل الحبس بهدله يعني بيوسخ الهدوم البيضة، وانت الوحيد اللي بشوفك تشاش. يعني دلوقتي ما انتش شايفاني؟ مش العين لوحدها اللي بتشوفك يا سي الاستاذ. اتفضل حاجات كده على ما اقسم فضلت خيرك. متشكر يا ست فاطمه. متشكر يا امل. يلا يا امل عشان نرجع. سلام عليكم. سلام. زيارة. بابا بعت السواق يروح شهر العقاري عشان يجيب موظف من هناك عشان انت تعمل توكيل المحامين. هاي ما فيش محامي منهم هيحس بالقضية زيي. لهم زي ما يكونوا متأكدين اني مذنب واني ارتكبت الجريمة دي، بيدوروا على ثغرة عشان يدخلوا منها. زي ما اكون مش مصدقين اني ما ارتكبتهاش فعلا، مدياني احساس اني بكذب عليهم. عشان كده انا مش هعمل توكيل لاي محامي منهم، وهدافع عن نفسي بنفسي. ازاي يا منذر؟ انا عمري ما كان عندي قضيه ولا هدف ولا امنيه ولا حاجه اخاف عليها. دلوقتي بقى عندي قضيه وهدف وامنيه وحاجة خاف عليها. أنا بقيت خايف على عمري، على عمري اللي يجري مني وما الحقوش. عشان كده أنا أنسب واحد ممكن يدافع عن منذر العكرودي. بس أنت مالكش علاقة بالقانون ولا بتفهم فيه.
انا في الكام يوم اللي قعدتهم هنا اتعلمت حاجات كتير قوي. اللي انت بتعمله ده ضد مصلحتك. بتهيألي انا اكتر واحد يهمه مصلحه منذر العقرودي، وانت اكتر انسانه يهمني انها تكون موافقه. ارجوك علشان خاطري، جت الفرصه عشان اقف جنب نفسي ولو لمره واحده، عشان خاطري ساعديني ووافي. وافق على ايه؟ اوافق على انك تعرض نفسك للخطر؟ مش هيكون اشد من الخطر اللي جوايا. السلبيه والتكرار والاعتياد هم الخطر الحقيقي. حياتي قبل القضيه كانت يوم واحد، يوم بيتكرر كل طلعه شمس. منذر انا موافقه. انت بتقول ايه يا منذر؟ انت عارف ده معناه ايه؟ ملوش غير معنى واحد يا مصطفى بيه، ان انا بقى لي هدف عاوز اوصل له، اني اختار مستقبلي بارادتي من غير ما حد يفرضه عليا. انا الوحيد اللي حاسس بوجعي. الظلم طعمه وحش قوي يا مصطفى بيه، ومحدش يحس بطعمه غير المظلوم نفسه. انا خايف عليك يا منذر. انت ازاي توافق على الجنان ده؟ ابنك خلاص اتجنن، ازاي هيدافع عن نفسه لوحده؟ بالاحساس يا زينب هانم. يا ويل الظالم لما المظلوم يتكلم باحساسه. بس المحكمه بقى ما بتاخدش بالكلام دوت يا مصطفى بيه، والا ما كانوش قالوا ياما في الحبس مظاليم. المصيبه اللي فيها منذر ملهاش غير حل واحد. لا يمين عليها يا زينب هانم، ابوس ايدك ولا تكونيش نسيتي ان هو ابنك انت كمان. الفلوس، الفلوس هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخرج أي واحد من السجن مهما كانت بشاعة جريمته، وتدخل أي واحد السجن مهما كانت هيافة جريمته. مش فاهم. فلوس الأرض فين يا مصطفى بيه؟ ياه، بسرعة كده لقيتي طريقة تلهفي بيهم القرشين اللي أنتي قلتي إنهم تأمين لمستقبله، واللي ساومتي عليهم باللي هو في شرع ربنا حق ابنك طبعا بعد عمر طويل. طيب وناويه تعملي ايه بقى بالفلوس دي لما تعرفي طريقها؟ طبعا هطلع ابنك من السجن. ابني؟ هو مش كان ابننا احنا الاثنين؟ وناويه تطلعي ابننا احنا الاثنين من السجن بخمسة مليون جنيه بحالهم؟ اصل انت ما تعرفش، ام البنت علشان تتنازل عن القضيه طالبه لوحدها مليون جنيه. مليون جنيه؟ انت قابلتيها؟ لا طبعا انا ما قابلش الاشكال دي، بس هو ده اللي في مخها وانا دخلت مخها وفهمت. ابوس ايدك يا زينب هانم، بلاش الافكار اللي تودي في داهيه دي، سيبيني انا وابنك في حالنا بقى. يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ حضرتك عايز ابنك يتسجن ولا ايه؟ بس القانون لون اسود يا سي منذر. صنعة يعني، مش اي حد يفهم فيها. زي ما بيقولوا عدم مؤاخذة يعني، ان في ترز شاطر وترز خايب، برضه في محامي شاطر ومحامي مش شاطر. انا فاهم انتوا عايزين تقولوا ايه، بس انا مش هخرج من القضية دي بشطرة المحامي ولا بالالاعيب اللي بنسمعها. شطارة اي محامي انه يلاقي ثغرة في القانون عشان يعدي منها المتهم. هي الثغرة دي اللي بنسمع عنها. طب ودي هتجيبها منين يا سي منذر؟ وانت المرة الجاية فيها 45 يوم. بكرة تشوفه. المهم دلوقتي بعد إذنك أنا محتاج أنام عشان من بكرة الصبح عندي شغل مهم. صباح الخير. مؤاخذة. أيوه. الأستاذ ياسين المحامي هو اللي قال لي على الكتب دي كلها، وأنا سألت زملائي في الحقوق هم أكدوا لي نفس الكلام. أنا شايف إن أفضل أعمل لك نسخة بالحاجات اللي هم قالوا لي عليها. أيوه بس أنا على كده لازم أقرأ كل المواد
وعقوبات القانون الجنائي. بس دول كتير قوي يا منذر، مش معقول اللي هم بيدرسوه في 4 سنين انت تقدر تستوعبه في يوم ولا 2 ولا حتى شهر. انا شايف ان في حاجه انت مخبيها عليا. اكيد يا ام ايمة. طب ايه هي؟ في حاجات كتير مش هيقضيها يوم ولا 2 ولا حتى شهر عشان اقولها لك، مع ان على معرفتنا ما فاتش الوقت ده كله. لما ناس اتقابلوا في رحلة سفر مدتها ما زادتش عن 2 ساعة افتكروا فيها سنين كتيرة من العمر. الذكريات لما بنحكيها ما بتاخدش نفس الوقت ولا الزمن اللي حصلت فيها. انت عايز تحكي لي حاجة؟ نفسي احكي لك عن بكرة. محدش يقدر يحكي عن المستقبل. أنا مش فاكر امبارح، ملوش عندي ذكريات، ملوش وجود من أصله. بكرة بس اللي أنا شايفه، حاسه وعارفه، وخايفك تكرهيني علشانه. أنت ناوي تعمل إيه؟ ناوي يبقى لي ذكريات زي كل الناس، حكايات أقدر أحكيها. ذكريات الماضي ملهاش دعوة بالمستقبل. الحاجة الوحيدة اللي بتربط بينهم إن إحنا بنحكيها في المستقبل. إذا كان العمر الافتراضي لبني آدم 60-70 سنة، يبقى أنا كده خلاص ما عنديش وقت. أنا مش فاهمة حاجة خالص. الحاجة الوحيدة اللي عايزك تفهميها إنك بقيت الحكاية الوحيدة في حياتي. ما أعتقدش إنه هيقدر يستوعب المواد القانونية بالسهولة دي. العقاد وغيره من اللي ثقفوا نفسهم بنفسهم حالات نادرة وما كانش فيها تخصصية. ده بني آدم مجنون. إزاي يرفض 3 محامين كل واحد فيهم أشهر من التاني؟ إيه؟ بيستعرض؟ غاوي منظرة؟ ولا فاهم إنه بالطريقة دي ممكن يستعطف المحكمة؟ لا يا ماما، منذر ما يقصدش كده خالص. هو بيدور على البراءة، بس براءة باللون الأبيض مش بألوان تانية. أصل يا بابا هو حالة نادرة جدا. يعني في الاول كده ممكن تحس بغرابه وبعد كده تكتشف خصوصيه جديده قوي في كل تصرفاته. اصل هو عنده حاله انفراد في كل شيء. ده بني ادم مش طبيعي يا حبيبتي. كفايه ان كل لون هدومه ابيض فابيض ابيض فابيض، قمصان وبنطلوناته. اميمه، بابي مسافر بكره. انا مش عايزه اقعد اتكلم كتير في الموضوع بتاع منذر ده، اصل بصراحه انا مش مستريح. يعني ايه ما اتجوزتش؟ ابوك بيضحك عليا؟ انا قلت له الدولاب قدامك، افتحه وخد الفلوس اللي انت محتاجها. ابويا ما ضحكش عليك ومعاش اللي يضحك عليك يا باشا. الحكايه ببساطه ان انا حسبتها لقيتها غير انها مكلفه ما تنفعنيش. انت عارف بقى شغله المباحث. انت بتكذب عليا يا ياسر. ابويا نفسه ما يعرفش ان صرفت نظر على الموضوع ده يا باشا، وهو كلها كام يوم اقول له ويجي يقعد معايا هنا في مصر في الشقة وتبقى فرصة يجي يطل على حضرتك كل يوم. أنا عايز أعرف الحقيقة. ببساطة يا باشا، حسبت الأقساط اللي هتبقى عليا لقيت العمر مش هيكفيها. يعني مسألة فلوس. ليه يا ابني؟ ده أنا زي والدك. والدك نفسه أبضاله غرقاني. على فكرة يا باشا، أنا بدأت تحريات على البيت بتاعت البوتيك. منذر ده طلع حدوته. هو والده راجل كويس، هو كمان ولد كويس، امه اللي ما تتعشرش. ياسر انا عايزك تاخد بالك من الموضوع ده، كل التحريات تبقى تحت اشرافك. انا متاكد من اخلاقه، لكن هتفضل الحقيقه مؤجله لحد ما تبان قدام عينيك. انا متابع الموضوع بنفسي يا باشا وحاسس نفس احساس حضرتك، بس يمكن لان منذر ده ما اتجوزش لغايه دلوقتي فاستعداده لارتكاب جريمة زي دي موجود. عموما هو هيتعرض على النيابة بكرة واكيد هيتجدد حبسه لغاية ما ننتهي من تحرياتنا. بس ايه بقى يا باشا، انا مدلعه على الاخر، اكل وشرب وزيارة، ده غير الموبايل كمان. الاهم من ده كله انه رفض اي محامي من المحامين الثلاثة الكبار اللي جابوهم له وطلب كتب في القانون عشان عايز يدافع عن نفسه. بس بساكن
يذاكر. اتفضل يا سي منذر، يا سربيه عايزك. بيذاكر. معلش حكم الاوعى الضعيف. اتفضل يا باشا. عم استنى. معلش يا سي منذر، سيب اللي في ايدك بقى وقوم نشوف عايزين ايه. معلش معلش هنشوف بس عايزين ايه وترجع تاني على طول. عشان خاطرك يا فنيني بس تخلي بالك من الكتب دي. ماشي. الكتاب ده بالذات على الصفحه دي. اهي. والقلم معاك. بص بص يا ابويا، انا هاجي معاك بس على شرط تجيب لي فاكهه تكون حلوه زيك كده، عشان وانا قاعد بذاكر بالليل الاقي حاجه كلها. ربنا ينجحك يا باشا. مش عاوزين حاجه من بره يا شباب؟ عاوز ايه يا عنتر؟ عايز ابعت جواب للجماعه بتاعتي. الجماعه بتاعتك؟ جماعه يعني جماعه يعني جماعه يعني العريم اللي تبعه. اصل عنتر بيحب عدله. عبلة اللي كنا بناخدها في المدرسة؟ لا 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 طبعا. مدرسة ايه؟ عبلة عمرها ما خطت تحت مدرسة. واللي يقول كده بقى قطع لسانه. الله قصده كده مش قصده. مال قصده على عبلة بتاعت السيما اللي كانت بتمثلها كوكا بتاعت عم نيازي. نزك مين؟ استنى بس انت مش نيازي. هو اصل عنتر قصده على عبلة بنت الشاطر حسن اللي هو المسؤول دايما بيجيبنا هنا وورا كل مصيبة بيجيبنا هنا لانه ما بيطيقش عنتر ومش عايز يجوزه عبلة. يعني انت بتحب عنتر؟ الله عليك تعالى وحبي تعالى. مبروك يا حبيبي، مبروك يا عنتر. الله يبارك فيك. والله عارف انا كنت بحبك بس دلوقتي بحبك زياده. مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك انت كمان يا موسى لما تلاقي جماعه. ليه وانا اتجننت؟ معلش طب على الجوع على بال ما يجي. حلوة. يلا عليم يلا بالاذن يا شباب. سلامة. الراجل بيتكلم على عبلة، انت تقول له كوكي؟ مين كوكي دي؟ يا عم كوكا يا عم اللي كانت بتتكلم بدوي تقول لك ايش هذا؟ انت تجلع لي عين وانا اجلع لك عين. يا عم انت يا عم انت بتقول ايه؟ انت بتفهم في السيما انت؟ اقعد. مذاكر. وده اللي ده اللي منعك تتجوز؟ ايه؟ شايفها بسيطة ولا ايه؟ لا بس يعني أنا شايف إن في ناس دخلها أقل منك بكتير ومع ذلك بتتجوز؟ الله. طب إيه اللي يمنع واحد زيك أنت إنه يتجوز؟ أنا أصلي ما فكرتش. في حاجات كتيرة أوي ما عملتهاش في حياتي. عشان ما فكرتش فيها. أو لقيت لها بديل. ما هو اصل القانون مع اللي زينا بيبقى زي الكلبشات اللي كانت في ايدك، لكن مع اللي زيكم ملوش وجود. انا يا عم مضطر اتجوز عشان ما اقعش في اللي انت وقعت فيه. انا ما وقعتش يا سياده المخضر، ما وقعتش وما ارتكبتش الجريمه دي. مش معنى ان انا ما اتجوزتش ده دليل تتخذه ضدي. ياما ناس عاشت محرومه من حاجات كتيره ومن ضمنها اللي انت بتقصده ده. بس دي غريزة وناقصة عندك. وعندك انت كمان وعند ناس كتيرة. ومع ذلك ما تفكرش بالاسلوب ده. مش كل حاجة ناقصة عندنا ندور على بديل ليها، لا. أنا معاك إن البديل مهم في حاجات معينة، يعني ما حدش يقدر يمشي برجل واحدة. العصاية ولا العكاز في الحالة دي هيبقى أهم بكتير قوي من الغريزة اللي ساعتك بتتكلم عنها. انت عايز تثبت لي ايه يا منذر عكروتي؟ مش عايز اثبت لك حاجه. سعادتك جهه تنفيذيه، النيابه امرت بحبسي وسعادتك بتنفذ. ما انا كل اللي بفكر فيه الجهه التشريعيه، ويا خوفي يا خوفي لو بتفكر بنفس الاسلوب ده. بس انت كان في بينك وبين البت دي علاقه. العظيم دلعت ساعتك مغموم فيا. يا سيلفي يا خرجتش سني ولا مستواي الاجتماعي. انا والله انا تلميذ في مدرسه الحياه. كل اللي عملته اني اتربيت على ايد امي ودخلت وزاره التربيه والتعليم وتعلمت بس.
هو ده كل اللي انا عملته. ما فكرتش في اصل الشيء عشان افكر في بديله. امال ليه اتهمتك انت بالذات يا منذر؟ لانها يا فندم لو شاورت على المتهم الحقيقي هينكر يبقى ينكر بينكر. وجايز تكون فكرت والدتها ده ممكن يضعف ويتجوزني. هبقى كده هقتلها حلمها. منذر انت مش خايف؟ مش عارف. مش عارف اذا كنت خايف ولا لا. اصل الشعور ده ما حسيتش بيه قبل كده. بس من ساعة اللي حصل أنا حاسس بشعور غريب. يمكن يكون الخوف. أصل في حاجة كتير أوي أنا ما جربتهاش ما عرفهاش حتى في المشاعر. طب أنا أقول لساعتك على حاجة. عارف أنا عمري ما حبيت ولا اتحبيت ولا فاكر في حاجة فرحتني. باختصار يعني أنا مشاعري وأحاسيسي كلها كانت فاجئة متجمدة محطوطة في التلاجة واقفة عن العمل. الشيء اللي أنا متأكد منه إنها جوايا مخلوق بيها بس أنا ما استخدمتهاش. نعم منذر مفيش حد بيتخلق بحاجة ما بيستخدمهاش. الذكي بيستخدم ذكائه والغبي برضه بيستخدم غبائه. والغني بيستخدم فلوسه ويمكن يفكر انها ممكن تخرجه من اي ورطه. هو ليه يا سعادتك عاوز تثبت التهم عليا مع ان التحريات اللي سعادتك بتعملها واللي بتعملها عن البنت اللي اتهمتني التحريات دي هي اللي ممكن تخرجني من الوضعيه وهي ممكن برضو اللي تثبت عليا التهمه. طبعا انت متخيل من دلع ليك والوسائط والتليفونات اللي دايره توصي عليك انها قدم النيابه تحريات تفيدك وتضر البنت. انا ما طلبتش ده من سيادتك ولا طلبته من غيرك. واوعدك اوعدك اني مش هخرج من ورطتي دي بالاسلوب ده. امال هتخرج ازاي؟ هتهرب؟ في اثبات لبراتي اهرب. بالملايين اللي اتحطت باسمك في البنوك هتاخدها وتهرب بره البلد. يا سربي انت ليه مصمم على اتهامي؟ ليه مصمم انك تزود الخوف جوايا ليه؟ تبقى ناوي تهرب يا منذر. التحريات اللي عندي بتقول انك بتكره الكذب. مش بتقول ان في رتبه موصيه عليك؟ ياسر صار دوت ملوش عزيز. ده لو كان بيخدم مع ابوه كان بيعامله زي اي عسكري عنده. ايه ده؟ هو ابوه كان عسكري؟ امرين وما يكرهش في الدنيا قد الوسط. صدقني انا مش عارف هو مدلعك قوي كده ليه؟ هنا وانا كده مدلع؟ امال ايه؟ وانت فاكر ان الكتب اللي معاك دي قانونيه ولا المحمول اللي في جيبك ده قانوني؟ ولا حتى عدة الشاي دي قانونية ولا عزومة النوم اللي عزمك عليها. أصل إحنا بقالنا 5 سنين مع ياسر صبر عمرنا ما شفناه بيعامل حد زيك كده. إحنا كمان بيعملنا في منتهى الحلاوة. أصل عشان تبقى عارف إحنا لينا 3-4 زيارات لهنا كل سنة. بقول لك إيه يا فندم؟ يكونش قلب على الواسطة بتاعته علشان كده قلب عليه. أنا نفسي ما أعرفش مين الواسطة ده. بس اللي أعرفه إنه ياسر صبر تعب لي أعصابي وأنا مش هقدر أركز. اللي انتوا بتقولوا ان انتوا متاكدين ان النيابه هتفرج عنكم. يعني انا هبقى هنا لوحدي وانا مش متخيل ان ممكن اقعد لوحدي هنا من غيركم. معلش ما هي دي سنه الحياه يا سيمونزر. بس ما تقلقش احنا مش هنسيبك. احنا هنطل عليك كل يوم. لا انا هخرج معاكم. اخد معانا. تخرج فين؟ تخرج فين يا سيمونزر؟ انت ايه؟ ناوي الكوت ولا ايه؟
ايوه ايوه ايه؟ لا اوعى يا منذر، مش مع ياسر صابر، ده يجيبك لو رجعت بتنمر. ومين قالك ان انا هرجع لك؟ يجدد حبس المتهم منذر مصطفى العجرودي 45 يوما ويراعى التجديد في ميعاد. مبروك يا سيدي انت وهو، على الله ما نشوفش وشكم الشهر ده تاني. يعني احنا اللي عايزين نشوف وشكم؟ انتوا بس اللي رايحين شحطاطه في خلق الله. في 60 داهيه. فوق. ايه؟ معلش يا باشا، هتنورنا تاني. بقول لك يا بوليا. ايوه. بعد اذنك يعني. ايه؟ انا عاوزك. عاوزك تجيب لي. تجيب لي 50 علبة حمراء. 50 علبة حمراء. عينيا الاثنين، واحنا ماشيين نقف قدام أي كشك وأنزل أجيبهم لك بنفسي. ولا أقول لك؟ ويا موزة. موزة. أنت. إيه في إيه؟ بقول لك إيه؟ روح هات للباشا 40 علبة حمراء. يلا. أقول لك إيه؟ إيه؟ الواد ده مخارب، مش هياخد الفلوس ومش هجيبهم، هجيبهم أنا. هدصهم حضرتك، عايز حاجة يعني؟ وإحنا عايز حاجة إيه؟ يا العيال دول ممكن ياخدوا الفلوس ويفكوا من العيال. انت ايه؟ خايف اهرب ولا ايه؟ ما تقولش كده يا سعاده الباشا، انت ابن ناس وما تعملش كده. ايه اقولك؟ انا هروح اجيب السجاير بنفسي. اقعد انت ارتاح هنا لحد لما اجي لك على طول. ارتاح. يلا حضرتك ده هو، يلا قدامي واقفين. يلا. هو اللي ضحك عليهم وورطهم معاه في هروب. ده الميتين لو فرحوا فرحتي هيقوموا يزقطط. عايزك توقف على السلالم. وهيتحاكم بسبب هروبه ده. اصل ده سر المهنه. بلاش الكلام عن الحاجات اللي ما عندناش مهنه دي. حكمت عليكم بالاعدام. دي قضيه امن عليا. خبوا الميت اللي معاكم. المخبرين والعساكر مالين الحته. دول واخدين افراد. احنا بس خايفين عليه، حتى القانون ورجالته. منصر ده مش ممكن يعمل كده. تحب حضرتك تعرفي حاجه تانيه؟ دي اول مره في حياتي انا عارف المتهم الحقيقي. ان شاء الله هنلاقي لها حل. بفكر بس بصوت عالي. الحاجات دي احنا اخدناها في الحضانه. يبقى اكيد جاي على هنا. فركشنا يا ابن زكيه.